بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إخواني الكرام، ونبدأ درسنا من جديد من دروس شرح رواية وشم طريق الشاطبية، نشرحها من المصحف. وقفنا في حزب 24 من سورة يوسف عليه السلام، صفحة رقم 141، الآية رقم 44، قول الله تعالى: قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. قالوا مد منفصل في الإشباع، بتأويل إبدال لمز حرف مد الأحلام، نقل حركة لمز إلى الساكن قبلها. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. بعد أمة أنا، نقل حركة لمز إلى الساكن قبلها، أنا أنبئكم، قال هذا عندنا فعل مد منفصل يدير كلمة، يعني يمد كلمة أنا إذا بعدها همزة قطع، بتأويله إبدال همزة حرف مد. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. يأكلهن إبدال همزة حرف مد، لعلي أرجع، قرأنا في بفتح الياء. قال تزرعون السبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. دأبا قرأنا في بإسكان الهمزة، فذروه ننتبه إلى الذر حتى لا تفخم، كذلك الفاء. في سنبله إلا مد منفصل فيه الإشباع، تأكلون إبدال لمز حرف مد. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي إبدال همزة حرف مد، يأكلن إبدال همزة حرف مد كذلك. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. يعصرون، عفوا، ياتي اولا يبدل همزه حرف مد، يعصرون، الراء مضمومه قبلها كسر ترقق الراء. وقال الملك توني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم. وقال الملك توني، هنا نقرا بالابدال، وفي الابتداء نبتدئ ب همزة مكسورة ولكن مع القصر فقط، لا يجوز هنا التوسل الإشباع لأنه مستثنى من الشاطبية، فلا يمد ليس فيه إلا القصر. ائتوني به، فلما جاء أحمد متصل في الإشباع، قال ارجع، إذا ابتدأ نبتدئ ارجع إلى ربك بكسر الهمزة، فقط هذا اختبار لأنه ليس محل الابتداء. قال ارجع إلى مد، عفوا، قال ارجع إلى، نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. من سوء، مد متصل في الإشباع. قالت امرأة العزيز، إذا ابتدأنا التأليف بكسر الهمزة، امرأة العزيز، وسبقا قلنا بأن أي امرأة ذكر مع زوجها إلا وترسم بالتاء نفس طرف نقيف. قالت امرأة، آلان بدل في الأوجه الثلاثة المعروفة. وطبعا إذا ابتدأنا بهمزة الوصل لنا ثلاثة البدل، وإذا ابتدأنا باللام ليس إلى القصر. ننتبه إلى كلمة حص الحق إلى الحاء حتى لا يقع فيها تفخيم، إذا على القصر في البدل في آلان، لنا في الصديقين ثلاثة العارض، وعلى توسط البدل التوسط الإشباع في العارض، وعلى إشباع البدل الإشباع في العارض للسكون. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. لما خون، هنا نقل حركة تمز إلى الساكن قبلها. الخائنين مد متصل فيه الإشباع.
هذا ما فتح الله علينا عز وجل في هذا الوجه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.